life changing, literally life changing، لأنه كنت عارفة قد ايه رح استفيد من حكمة ليدرز، وبس فتت وشو رح اطلع انه بني آدم غير، بس ما استوعبت التغيير اللي صار غير لما خلصت وطلعت لورا. فجد thank you thank you thank you for this amazing experience. بحكي للشباب انه اوعك 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 تضيع هيك فرصة. هاي الفرصة انا بتحدى انه ممكن تلاقي منها باي مكان بالاردن او حتى برا. الاكسبيرينس اللي بتعلمها، الكونكشنز اللي بتعملها، الاشياء اللي بتكتشفها عن حالك بصراحة ما بتتعوض باي شيء تاني في الدنيا. حكمة ليدرز من أول ما قدمت له أو من حتى لما حضرت graduation تبع باتش 3 كان نفسي أكون فيه، ومن لما قدمت له كنت على يقين إنها رح تكون تجربة تغير حياتي. ومن لما وصلت لآخر يوم وأنا فخورة إني أنا عملت هذا الإنجاز، ب 2019 قدرت أكون الشخص الأحسن مني ورجعني لمبادئي الأساسية وخلاني أعبر عن أفكاري وحتى مشاعري بطريقة أحسن وأفضل.